من المهدي إلى الله اطلب العين من المهدي إلى الله اطلب العين اطلب العين اطلب العين من المهدي إلى فهو متقدم على غيره الشافعي والأحمد. وقد قصدت أن أبين أن مذهب مالك إن كان قد سبق تقعيد أصول الفقه كما نراه على يد الشافعي، وهي الفكرة التي نشتغل عليها الآن لفكرة واحدة، وهي أن الفقه لم يكن يوما ما فقها غير مترسم لرؤية أصولية مطلقة. بينت لكم في اللقاء الماضي أن أبا حنيفة إذا كان هو في زمانه متقدما على تقنين أصول الفقه وكتابة أصول الفقه، فليس معنى ذلك أنه لم تكن ثم إن لم يجد فيهما فإنه يأخذ من أقوال الصحابة، طبعا إذا اختلفوا فيأخذ بقول من شاء منهم ولا يعدوه إلى غيرهم. ثم إذا تجاوز هذا المستوى وجاء تابعون فهو يجتهد كما اجتهد. وذلك حينما يقال هم رجال ونحن رجال، هذه الكلمة توضع في بعض المرات في غير المكان ولا يقصد الذكورة. حينما نقول الرجال في بعض المرات الفحولة ورجل، أي في الميدان الذي نسبه إليه نقول فلان رجل بمعنى أنه متمكن. قد يكون هذا الأمر متعلقا بالبطولة العسكرية، وقد يكون هذا بمواقف، وقد يكون أيضا في مجال العلم. فقولك هم رجال ليس فيه منقصة، أي فيه إشادة به رجال. لذلك حتى حينما قال الله تعالى عن فيه رجال من المؤمنين الرجال، دائما كانت رجال بمعنى حتى بالنسبة للمساجد في بيوتنا ندعو الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبحوا له فيها بالغدو والآصال، رجال مش ذكور. هؤلاء تجاوزوا المستوى العادي فلذلك سموا رجالا. نحن الآن قل لفلان إن كنت رجلا فعل كذا وكذا، لا تحداه في ذكورته، نعرفه أنه ذكر وينجب له أولاد، ولكنه قد ينجب وليس رجلا. حينما يكبر الإنسان تاع المرأة كما يقولون فيها هذه امرأة رجل، امرأة رجل، وكان عند وهذا ذكرته لكم مرة سابقة، مرة كانت هناك امرأة تولت قيادة الجيش، هذه امرأة أمازيغية في الجزائر وكانت بطلة وهزمت مجموعة من القوات الفرنسية، وقالوا فيها فاطمة سمر، تسمى فاطمة سمر، فاطمة سمر امرأة الرجل، وكم من رجل امرأة
فاطمة السمر امرأة رجل هزمت، هذه قلت لكم شي مرة بحثوا عنها في بحثوا عليها. فاطمة السمر امرأة لها بطولات كبيرة جدا، لأن الإسلام كان يصوغ هذه الشخصية، الإسلام كان يعلم وكانت لها هذه القوة، فالرجولة تكون بمعنى. فلذلك لا يمكن أن يستغل أي إنسان هذه الكلمة ليقول للناس وهو ليس من أهل العلم هم رجال ونحن رجال، كما يقول الآن بعض الناس. ما يقصد بهم رجال أي هم رجال الميدان، ونحن كذلك رجال الميدان، لهم مؤهلات ولنا مؤهلات، أما لا مدخل للذكورة في هذا البلد، لأنها ليست مما يطلب في الإفتاء أو في الاجتهاد أو في العلم، لأن لا علاقة له بالله. ليش؟ لأن هذه أصبحت تتكرر على كثير سيادة كثير من الناس، ويحاول البعض أن يصير نفسه إماما بهذه الكلمة، أنه لا يعرف إلا الكتاب والسنة، والآخرون إنما هم رجال. فيجب أن تكون أنت أيضا رجلا، كن رجلا لتواجه وتقارن الرجال، والرجولة هنا هي رجولة العلم. فهذا سبق بيانه. الآن مالك أيضا لما عقب هذه المرحلة كان له تصور واضح للفقه، لم يكن يكتب في أصول الفقه، لكن كان له تصور جلي للفقه. حينما نظر الفقهاء، ولذلك الأصول دائما جاءت بعد حياة هؤلاء الأئمة، اجتهد الناس في صنيعهم وفي فقههم، ومنه استنبطوا تلك الأصول التي كانت معتمدة. فكان مالك يعتمد أصولا كثيرة، وهذه الأصول حصرها البعض في 16 أصلا أو 17 أصلا، يجب أن تكون واضحة. حينما يريد أن يقول الإنسان أنا أعرف مذهب مالك، يجب أن يعرف هذه، وإلا فإن يتحدث عن مالك على أساس أنه كم مغلق لا يعرف منه شيء. فمالك يأخذ بنص الكتاب وبظاهر الكتاب، الظاهر الناس لا يفهمون الفرق، النص والظاهر مستويان مختلفان في التعبير. النص هو العبارة التي لا تحتمل تأويلا بالمرة، والظاهر عبارة أخرى تحتمل النص، تحتمل التأويل وإن كانت تحتمله بعض المرات بمرجوحية. فلذلك إذا كان هناك في النص لفظ يدل على العدد، في النص القرآني 100 أو شيء من هذا القبيل، فإنه لا يقبل التأويل مطلقا، لأن النصوص من هذا القبيل هي نصوص لا تحتمل إلا ذلك المعنى الذي تنطق به. إذا قرأ 50 أو 70 أو أي ألفاظ القرآن كلها هكذا، وفي كل التحديدات الشرعية 5 صلوات 5 صلوات، لا يمكن أن نقول لك صيرنا هذه 5 صلوات هي رمز فقط، والأصل تصل 10 أو أن يقدر أبدا، أو صيام رمضان، صيام شهر رمضان وما أشبه الشهر هو الشهر. على كل هذه لا تقبل تأويل بالمرة، وهناك ما يقبل التأويل ولكن يكون التأويل مرجوحا غالبا. لماذا؟ انتبهوا لهذه القضية ولتعود بنا إلى شيء مما يقوله الناس الآن. هذا العلماء يعتبرون أن البلاغة هي فاشية في اللغة العربية، والمجاز فاشي في اللغة العربية. فهناك احتمال مثلا تدعو زيدا لوجبة غداء عندك، فتقول تخبر عنه وتقول جاءني زيد، دعوت زيد وجاءني. فهناك احتمال ولو أنه مرجوح ضئيل ليس قوي، بأن يكون الذي جاءك رجل آخر أنابه عن نفسه، أي كأنه بعث إليك ولده أو إنسان قريبا منه وحضر، فتقول حضر زيد، وأنت تقصد حضوره بسبب أنه. ولذلك ما كان هذا اللفظ بطبيعته يحتمل التأويل، كنا دائما نؤكد فنقول جاء زيد نفسه، فقولنا نفسه هو درء
الاحتمالي المجاز. ياك فهمت هذا؟ إذن الذين يتحدثون الآن لنا عن شيء آخر ويقولون إن اللغة حمالة أوجه وإنها هذا قراءة من القراءات وتأويل من التأويلات، نقول هذا لا يجري على طريقة العلم أبدا. هذا نوع من الفرار من دلالة النص، أي قد يكون النص واضحا فيأتيك أناس يقولون له لك إن هذه الأشياء لها دلالات أخرى، وبالتالي فيمكننا نحن أن نجتهد في تلك، وهذه قراءة من قراءة، وهذه القراءات ليست ملزمة، يمكن أن نفهم النص نحن كما سمعتم في المدة الأخيرة. هذا الأمر أي حينما يصبح من حق أي إنسان أن يعطي للنص ما يشاء من المعنى، أي هو يغدق على النص ما يشاء من المعنى، يصبح هو صاحب النص، ولذلك يبقى هذا هو الذي يتفوق على النص، وهذا اللي يسمونه صاحب أو سلطة القارئ. قارئ هو أصبح صاحب، يفعل في النص ما. إذن أنت كنت قارئا وأصبحت تتحدث في النص فأنت قارئا، أنت متحدث في النص، أنت صاحب النص لست قارئا له. إذن بما أنك قارئ يجب أن تبقى قارئا، ولكن أن تعطيه من ذاتك. تعرفون أن هذه من الأشياء التي انتهى إليها البحث أخيرا، النص، نأكل نقرأ النص ونقرأ ما حول النص ونفسر الأشياء بهذا، ثم من بعد تحدثنا عن موت صاحب النص، ثم تحدثوا بعد ذلك عن موت النص نفسه، أي أصبح الإنسان يقرأ يأخذ ورقة بيضاء ويقرأ فيها ما يشاء. هذا هو هدم المعرفة تماما، هدم المعرفة. بمعنى إذا كنت الآن ترث من أهلك، ترث أنت من أهلك وثيقة تثبت لك ملكا، فلان فلاني مات وترك من الأبناء كذا وكذا 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 كذا، فهذه إراثة، وهناك وثيقة أخرى للتركة، حصير المخلف فكان ما تركه قطعة في المكان الفلاني وقطعة في المكان الفلاني وبستان في المكان الفلاني ودكان وحدوده كذا، إذا أصبح كل هذا يخبر ما قيمة هذه؟ ما قيمة هذه الورقة؟ إلا أنت تدخل ورقات لا تعرف، لأن أي قاضي يمكن أن ينسبها من الأصل. إذن ما لم يعود هناك شيء، أي وسائل التاريخية والوثائق السياسية ووثائق الملك، لابد أن تقارن لغة دلالة مشترك. لماذا؟ لشيء واحد، وهو أن اللغة كما يقال هي مؤسسة، ليس مؤسسة التربية، هذا ليس الحقيقة التي سكت عشان لأنني أريد أن أقول اللغة هي مؤسسة يشترك الجميع فيها، ولذلك تحدث عن ماذا؟ تحدث عن التواضع. جاء شخص وقال، ما قولك في من يضرب أباه؟ القرآن ما نهاش عن ضرب الأب، نهى غير أوف. تقول هذا مفهوم، هو ليس منطوقا ولكنه مفهوم، وهو مفهوم، وهو إن كان مفهوما فهو مفهوم من باب الأولى. إذا كان الله نهاك عن التأفيف في وجه الأب أو الأم لما يحصل لهما من الأذى بذلك، فلا شك أنه نهاك عن ضربهما. ماذا تقول في من طرد أبويه لم يضربهما إنما خرجهما من البيت؟ هل هذا يحتاج إلى نص آخر؟ لا، هذا مفهوم بموجب قول الله تعالى وأن تقول لهما أف، ويكون النهي عنه من باب أولى. فهمتم؟ إذا كنت أنت تقول الإنسان، شوف، تقول نحن نسكن في عمارة في الطابق الثاني والماء مع ذلك لا يصل، ما يوصلناش، ويجي واحد يقول له يو الناس الذين يسكنون في الرابعة شو يوصلهم ولا ما يوصلهمش؟ ما خصوش يسول، إذا سؤال معنى ما فهمت اللغة شنية؟ لهذا مسكوت عنه ولكن مفهوم من باب أولى. وفي بعض المرات يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق، لأن هذا في المفهوم، مفهوم موافقة، يكون مساويا للمنطوق بأن يكون مثله. الله تعالى نهانا عن أكل أموال اليتامى ظلما، ولكنك لو لم تأكلها وإنما أخذت مال يتيمي واشتريت به شيئا لنفسك،
سياني، أي هذا لأن العبرة بماذا؟ بضياع المال. فسواء أكلت أموال اليتامى أو اشتريت بها لمسك شيئا أو ادخرتها في حسابك فالأمر واحد. إذن كم تستطيعون، لا لاحظوا، كم نستطيع أن نفترض من الحالات التي يمكن أن نجيب عنها؟ شحال؟ الآلاف. من يأكل مال اليتيم، من يسرقه، من يبني به كذا، من يخفيه، من يدخله، كل هذه مشمولة. لذلك النص القرآني هو نص شامل مستوعب، ليس كل حالة يمكننا أن نعطيها النص. بما أن هذه إعمال المفاهيم أعطى للفقه ساعة، فرصة واسعة لإجابة عن هذه الأسئلة. إن هذا نص، هذا مفهوم ياش الموافقة. ومفهوم المخالفة أي أن تقلب لمن يأخذ به، أن تقلب النص على عقبه وتستنبط منه فهما آخر. فإذا قلت لك مثلا أكرم المجتهد، فهذا فيه نص واضح أنك مطالب بأن تكرم المجتهد. لكن لا تسألني عن الكسوري، فهو معروف بأنك لن تكرمه، ولكن من أين جاء الخبر؟ من أين جاءت الاستفادة؟ من العكس، من تقليب النص. هذا من مفهوم المخالفة. أكرم المجتهد مقصده لا تكرم، ولكن هذا ليس على إطلاقه، هناك احتياطات كثيرة. أي ليس كل مرة نعمل مفهوم المخالفة، فقد لا نعمل مفهوم المخالفة لداع من الدواعي، كأن يخرج مثلا الأمر أو المنطوق به مخرجا خاصا، أي خرج مخرج الغالب. مثلا مرات الحديث السابق الذي تحدثنا عنه في فقه أبي حنيفة في النهي عن تصرية ياش الإبل والغنم، الإبل والغنم، ولكن لا نفهم منه بأن البقرة ليس مشمولا لأنه لم ينطق، لا، هذا كما قلت خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. ولذلك حينما تحدث القرآن عن المحرمات قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم، فربائبكم أي مما يحرم على الرجل التزوج به، ربائب ربيبته بنت زوجته. ولكن قال الله تعالى اللاتي في حجوركم، أي اللواتي هن في كفالتكم ومع أمهاتهن، هن مع أمهاتهن. لماذا؟ لأن الإنسان الكريم لا يرضى أن يتزوج امرأة ويضيع أبناءها من 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 من, من كرم، بل ربما لا يتزوج المرأة إلا للحفاظ على أبنائها. هذا كثير من ما لا يعرفه الناس، كثير من الناس ما كانوا يعددون لرغبات في التعدد. في بعض المرات وفي خصوص البوادي كان ذلك نوع من التضامن، ما هو الرجل لا يختار ذلك، الأسرة والعائلة والعشيرة تلزمه. إذا مات مثلا أخوه وترك زوجة وأيتاما يخاف، أو لا يمكن أن يغشى المرأة دائما، ولكنه يخشى عليهم على الأبناء من ضعف، فيتزوجها تكون امرأة كبيرة لا تشتهى، ويقال فلان شو يسميه درجة ما يقولش تزوجها، ردها يقول هذه العبارات ديال هذا ردها هو تسمى ردها، كانت خارجة من البيت من الأسرة فردها إلى الأسرة. هذه كلمة فيها المغاربة يعرفون ماذا يقصدون بها ردها. إذن فالأصل في الربيبة أن تكون مع أمها في كفالة هذا الزوج، ولذلك قال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. لكن إذا كانت هذه الربيبة ليست في حجر الرجل، هي ربيبة ولكن أخذها خالها ولا عمها ولا جدها مشات، هل تجوز؟ هل يجوز إنسان الزواج؟ لا، هو تحرم فقط لأنها ربيبة. أما قول الله تعالى اللاتي في حجوركم فهو حكاية للحال. لذلك حتى في مفهوم المخالفة لسنا دائما أحرارا، هناك مفاهيم معينة وحالات ذكرها الأصوليون. لاحظوا أصوليون كانوا يهتمون بالمعنى وكانوا يدققون وكانوا لا يعبثون،
باش تعطيه معنى وتبقى تعطيه المعنى تتعلق به الاحكام وتقول له تأوله كما تشاء وفعل بما تشاء حتى يبقى حتى الناس ما يفهموا حتى شي حاجه. لا، لابد من ان يكون هذا منضبطا. اذا ورد هذا الخطاب في عقب سؤال افي الغنم السائمه زكاه، قال ليس في غنم السائمة زكاة، هذا ليس فيه حديث عن الغنمة المعلوفة، بل فيه حديث جاء سؤال فأجيب عنه. وهذا سترون أنه كثير في النصوص الشرعية. لو أخذتم هذه المعايير ستفهمون النصوص الشرعية بالتأكيد فهما آخر، كما كان يفهمه الفقهاء. ولكن الذي أخذ من الغلاف أو من السطح كل شيء ينتهي منه إلى حكم سطحي غير صحيح. إذن كان يأخذ بالنص القرآن الكتابي وب ظاهر الكتاب وبمفهوم الموافقة وبمفهوم المخالفة وبالتنبيه على العلة، الحكم الذي فيه علة مذكور كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم شيء يستفاد من تلك العلة المنصوص عليها مقاربة، فيكون باب مدخل إلى القياس. شحال هذو؟ خمسة. ومثل هذا العدد من سنة، أي خمسة، هذا كنا نتكلم على إيش؟ على الكتاب، على القرآن. والسنة نفس القضية، أي تعامله مع السنة يأخذ به، يأخذ بنص السنة وبظاهر السنة وبمفهوم موافقة وبمفهوم المخالفة، ويأخذ بتنبيه على شحال هما؟ عشرة. ثم يأخذ مالك بالإجماع، والإجماع تأخذ بغالبا كل أو معظم المدارس الأصول الفقهية تأخذ بالإجماع بأنواعه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وصله جن، فهذا إجماع. وباب الإجماع باب كبير واسع، فيه احترام للجماعة. الآن ما يجتمع الناس بفكر متنوع وعندهم كل واحد عنده رغبة في أن يكون له فكره الخاص، ومع ذلك يلتقون على شيء. إذا جاء شخص آخر فيما بعد وقال ما قال به الناس كذا هو خطأ، وأقول هذه تأسيس للاستبداد الثقافي. وهو الذي نفعله الآن، أن يأتي شخص يقول لك ليس من أهل الاختصاص أصلا ليقول لك لقد انتهيت إلى نتيجة، وهي أن التاريخ الإسلامي ليس فيه كذا، وأنه لم يكتب في تاريخ واحد يكتب الآن. سمعت هذا؟ ليس عند المسلمين شيء في 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 الفقه السياسي أصلا، هذا اللي يكتب عليه. أنت لا تعرف الفقه السياسي صحيح، ما تكونش ليس في الفقه الإسلامي إنجازات أو بحوث في السياسة، لأنك لن تجد. يمكن وحنا نقول عدم الإيجاد لا يدل على عدم الوجود، قد لا تجد الشيء معذور لأنك ما تعرفش، ولكن تقول لا تمحوا 15 قرن تمحيها بكذا وتخرجها في الجرائد وتقول لهم شنو الفرق بين هذا وبين ما أريكم إلا ما أرى، بحال هذا التفريع في الثقافي، هذه الفرعنة الثقافية. يجي الإنسان يمحو الناس، شوف احدهم اشتغل ضمان بعد غادي يكون السي سمير غادي يقول لكم عليه، احدهم اشتغل وهو متخصص في الفقه السياسي ودخل، ماشي انسان كان قاعد في القهوه يكتب، لا، ودرس واستنبط او اكتشف العدد الكبير من مصادر الفقه السياسي، وقال هذا نصر عارف. نصر عارف له كتاب مهم جدا، ها؟ مصادر التراث السياسي، قراوه باش تعرفوا. هذا بحث أجراه الرجل وتعب فيه، ثم قال إن ما اشتغل به الناس لا يصل إلى 10%، أي ما هو متداول الآن لا يزيد عن 10% من التراث السياسي في الإسلام. إذن هذا يثبت وأنت تنفي من ناحية المنهجية، المثبت مقدم على النافي. أنت تقول لا أجد الجن خارج من باب واسع، أما تقول لم يكتب المسلمون، إيوا. وهذا الذي وجده الآن، شنو غادير؟ ماذا تفعل؟
هذا كما اننا نرفض الاستبداد في المجال السياسي يجب ان نرفضه في المجال الثقافي. ان انسان يعتلي على امه ويقول كلكم كنتم مخطئين، ولا يجوز ان نرحب بهذا، لا ينبغي ان نرحب، هذا خطير جدا. في هذا لماذا كان الفقهاء، لاحظوا الفقهاء كانوا يدرسون ويبحثون ويتابعون القضايا بشكل كبير جدا، واخيرا يقول لك هذا ما بدا لي والله اعلم، لاحظوا فيفتح المجال. اما الذي يقول هذا كذا هو لا شيء الا ما اقول لكم، هذا هذه انتكاسه، هذا انهيار، هذا في الحقيقه يقع فيها الناس. ولذلك انا نبه الناس شحال ما هذه يحتاج ان يجيب عن هذا ويتكلم عنه، ولكن اقول بان هذا كله يجب الحذر منه، يجب ان نبحث وان نترك للناس ان يبحثوا ولا نصادر في إذن الإجماع هو التزام بما انتهت إليه الأمة من العلماء، وذلك الإجماع يعرف بأنه اتفاق مجتهدي الأمة، اتفاق مجتهدي الأمة على حكم من الأحكام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، هذا اللي تعرفه. اتفاق مجتهدي الأمة على حكم الأحكام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إذن وليس اتفاق العامة، اتفاق المجتهدين في هذا. ومن هم العامة؟ من هم العامة؟ لا نقصد بهم الأميين، من ليس من أهل الاختصاص فهو في ذلك من العامة. الآن نحن لا يمكننا أن نتفق مع الأطباء وندخل معهم في الاجتهاد لنقول لهم هذه العملية تجرى، نحن بالنسبة إليهم الآن في هذا عامة، والأطباء في ميداننا الفقهي هم عامة، هذا عوام هذا عوام. لماذا؟ ليبقى للعلم حرمة، ليبقى للعلم حرمة. أما يقول الإنسان أنا عندي شهادة وعندي إجازة في بحث معين وهي تخولني أن أتحدث في الفقه، قل أنت بالنسبة لعلمك أنت فيه قدوة وإمام، الله أعلم بك، أنت عندنا عامي من العوام، وإذا قلت شيئا فأنت تخطئ وتغالط الآخرين. هذا الإجماع. وطبعا عند عامة المسلمين هو هناك بعد الإجماع ما يقول به الإمام مالك، يقول بقول الصحابي، يقول وأنا سبق الحديث عنه، يقول بعمل أهل المدينة وسأعود إلى الحديث عنه، يقول بسد الذرائع، ايش هذا؟ 14. ويقول مالك كذلك بالاستحسان، يقول بالاستحسان بشكل معين، ويقول بشيء بأصل أوضحه لكم، وإن كان ويحتاج حقه إلى 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 أن يبسط، وهو مراعاة الخلاف. مراعاة الخلاف هو أصل يقول به مالك في حالة، ليس دائما، يقول به مالك في حالة. هذا الأصل في معناه أن له قد يكون له قول هو في 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 باب فقهي، انتهى إلى قول، اجتهد وانتهى إلى قول، ولكنه يلاحظ أن لهذا القول من يخالفه، وأن الأمر الآن بعد أن يخالف هو يقول قولا والمخالف يقول قولا، لكن الواقع يفرض حالة أو حاجة أخرى. مثلا مالك يقول بأنه
لا بد من الولي في النكاح، ويعتمد امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ها يعتبر هذا أصلا. ولكنه يقول إن هنالك من لا يقول بالولي في الابتداء، وإن كان بينت لكم أن الحنفية يقولونه في الانتهاء، لأنهم يعطون الولي حق فسخ النكاح، إن هذا معنى أنه حضور، يعطونه في حالتين، إذا كانت المرأة تزوجت بغير إذن بغير كفء لها أو بأقل من صدق، يمكن للولي أن تدخل ويفسخ النكاح بمعنى حاضر، ليس مغيبا 100%. لكن هذه امرأة تزوجها رجل بلا ولي ودخل بها وأنجب منها، فماذا يقع؟ إذا استمر مالك على قوله فهذا يجب أن يفسخ، ولكن مالكا والفقه يقول هذا دخل بها، وهذه من مصلحة الأبناء أن استمر أسرته بالنسبة لي، فلا يمكن أن نأخذ بالقول الأول بل نعدل إلى لازم، ولا يأخذ بدليل الآخر، لاحظوا هذا، ولا يتراجع ويأخذ بما يلزم عن دليل الآخر فيقبل به، مش يقبل بالآخر، من لا يتحول من فقه إلى فقه آخر، بل يقبل بما يلزم عن فقه الآخر فيقول معلش الله يعاون، فيقبل به. وهنا بعض الناس اللي كانوا يقرأوا كانوا يعجبون كيف أن مالكا لا يعتبر الولي ركنا ومع ذلك يقبل بهذا، كل الناس الذين يفهمون يقول هذا تناقض، وليس تناقضا، هذا مراعاة الخلاف، وهي جارية في أشياء كثيرة. مثلا أنت تكون في مكان الفتوى مثلا، فيأتيك شخص يسألك عن الزواج بامرأة بينه وبينها رضع من أمها، ولا هي رضعت من أمه، هي أخته من الرضاعة، فتقول له لا يجوز، انتهى الأمر. لكن هذا لا يقول هذا، يقول فلان تزوج بفلانة وأنجب منها، ثم تبين له أنه رضع منها من أمها مرة واحدة أو مرتين، أنت لا تستمر على موقفك الأول، لأن الأولى حالة أنك لم يقع الدخول بعد، وهذه الحالة وقع فيها الدخول والأبناء، وبما أن هنالك رضعتين فقط، فالذي يكون أوفق وأولى لهذه الأسرة أن تأخذهم إلى مذهب من يرى أن الرضاعة لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات. إذن فرحمة به، هذا شوفوا، هذا استدماج المعطى الإنساني مع الجانب الفقهي، وهذا شيء دقيق في الفقه الإسلامي، دقيق في الفقه الإسلامي. شوف، كان مالك نأخذ لكم مثالين، كان مالك يسأل عن الخلع، ناس تحدثوا عن الخلع، رجل تزوج امرأة لم تتيسر الحياة بينهما وأرادت المرأة أن تختلع منه، قل له والحديث فيه معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن امرأة التي كذا، قال كلما كل أتردين عليه حديقة، قالتنا قال فردت عليه، طلقها طلقة أو طلقة. ففي هذه الحالة أن هذا الصحابي طلق المرأة في مقابل هذا خلع وردت له ما أخذته من صدق، انتهى. فإذا كان يتساءل الفقهاء، هل خلع بماذا يقع؟ هل دائما يجب أن يخضع فيه بمعنى لا ترد إلا ما أخذت؟ أو يجوز له أن يطالبها بأكثر مما أخذت؟ هذه كلها احتمالات. وفي بعض المرات شوفوا، بعض المرات الرجل مثلا تختلع منه امرأة والعياذ بالله، ولكن ماشي الآن، بعد 10 سنين ديال الزواج، هو عنده أسرة معها، عنده أبناء، عنده أشياء كثيرة في حياته، فإذا هي ردت له صدق
عطاه الصداق عطاه هذاك الوقت عطاه 3000 درهم نهار اللي كان ولا 1000 ولا 10000 درهم. ماذا يعني هذا بالنسبه لي؟ يقول الله يهنيك وصافي الله يهنيك، علاش نبقاو نهضروا في هذا الموضوع؟ ولكن هو اعطاه اشياء كثيره، اعطى حياه هذه، اعطى اسره، اعطى هدايا، اشياء كثيره جدا ما يمكنش هو يتعقبها. لا يستطيع راكم فاهمين هذا، فهذا احتمال. ولكن احتمال اخر ان اناس اخرين يبالغون ايضا في 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 في, في الخلع. شوف قل اعطيني هي هو مثلا اعطاها مثلا في الصدق تاعها 5000 درهم، تقول له انا انت راكي كذا اعطيني 10 ملايين باش نطلقك. كاين اللي يقول هذا الشيء، اعطيني كتبي لي الدار، يولي ابتزاز، يولي ابتزاز. هذا راه واضحه الان في 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 الفقه بشكل كبير جدا، وما لا يستطيع الانسان يتكلم في هذا بغير ما تكلم بفقهاء. مالك كان يقول ماذا يسأل ماذا عن هذا الامر، بماذا يقع الخلع؟ هل يقع فقط بالمبلغ الذي بمبلغ الصداق؟ قال هذا عقد، يمكن للانسان ان يختلع تختلع منه باكثر. اعطاها 5000 درهم والان تبدلت الاوضاع، يمكن يطلب منها 20000 درهم 50000 درهم، تبدلت الاوضاع يجوز، لان هذا في باب الاتفاق والمفاوضه. ثم يقول بعد ذلك ولكني لم اجد ان اهل الفضل يفعلون هذا. شتو الحكم وهذه الاضافه؟ قال ولكن هذا يجوز من ناحية الفقهية، من ناحية المعيارية، ولكن من الناحية التي عشنا عليها أهل الفضل كانوا لا يستغلون النساء. إذا ما جابش الله يقول الله يهنيك وبالك عليهم، ليست لحظة للإثراء أنك باغي تربح. وهذا كلام كلام مهم جدا، هذا كلام مهم جدا. كان الشافعي له فتوى، كان هذا فتوى يختلف فيها من القديم الى الان موجوده. القاضي يحكم بين الخصوم، وكيف في بعض المرات يكون هو نفسه قد صار شاهدا، اذا قضيه وقعت قريبه له، مره في حادثه مثلا في الطريق في خصومه، فوجد ان فلان يضرب فلانا، وراى من كان البادئ، ثم رفع الامر اليه. ايوه، هل يقول للناس انت يجب ان تدان لانني رايت؟ اذن ينتقل هو من قاض الى شاهد، وهو ليس شاهد هو قاض، فهل يبقى قاضيا ام يصير شاهدا؟ معظم الفقهاء يقول ان القاضي يبقى قاضيا وليس شاهدا. الشافعي كان يقول شيء اخر، الشافعي كان يقول إما أن يكون هذا القاضي عدلا وإما أن لا يكون، فإذا كان عدلا فهو يصلح للقضاء وللشهادة، وإذا لم يكن عدلا فهو لا يصلح للقضاء ولا للشهادة. لكن القضاء قصدنا العلم، الشهادة نزيد له الشهادة. وبما أننا شوفوا النقاش الفقهاء يقول لك لا، المنهج العقلي كاش عقل قد هذا الشيء، أليس هذا تفكيرا حصيفا؟ إذا فالشافعي يقول إذن بما أنه محمول على نزاهته محمول على عدالته، فإذا فهو إذا قضى فهو مقبول، وإذا شهد فهو على العدل كذلك. لكنه حينما انتهى إلى هذا الأمر قاله لتلميذه، أحد التلاميذ قال له هذا، فقال له تلميذه أعلن هذا في الناس، لأن الفقهاء كلهم يقول بأن القاضي لا يشهد بعلمه، بما أنك تقول بأنه يشهد بعلمه قلها. قال لا أقول هذا، لا أقول به. لماذا؟ قال هذا لئلا يعتمده قضاة السوء فيعطل البينات. شوف يمشى، لأنه إذا قال بها قلنا هذا وفتحنا هذا المجال، كل مرة يأتي قاضي يقول هذا وقد كنت حاضرا ويمشى، ما يبقاش قاعد يسول على الشهود، وهم يتوقعون أن كل شيء ممكن. القضاة محمول على العدالة، ولكن قد يوجد فيهم من ليس محمول على العدالة، ويدخل نفسه هو يورط الآخرين، ويكون هذا فساد للقضاء. إذن
مراعاة الخلاف كما بينت هي هو احتساب أو تقدير لدليل آخر أو لازم الرجوع إلى دليل لازم لسببين قلت له السبب الإنساني. الفقه أصول الفقه في هذا الجانب الإنساني أي بما أن الرجل دخل بما أن الولد قد رضع حتى لا نحدث لهؤلاء إلى ارتباك نردهم إلى 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 إلى, إلى, إلى هذا الأمر. هذا أضفت هذا الجانب وهو جانب الإنساني في هذه في هذه الأصول. هناك شيء لا ليس أصلا في المذهب ولكنه يتحدث فيه كثير من الناس بل إن بعضهم يعجب كيف لا يكون هذا أصلا من أصول المالكية وموجود ولكنه لا يذكر في أصول المالكية وهو أصل الاحتياط. وأرجو أن تبعدوا نعم هذا الاحتياط موجود في الفقه المالكي وهو عبارة عن استيثاق من الأحكام الشرعية. مثلا يقول ابن عاصم وربع دينار أقل المصداق وليس للأكثر حد المرتخي ثم يقول وينبغي في ذاك الاحتياط بخمساتين بقدرها تناط إذن هذا هو الحد الأدنى ومن باب كذا نضيف خمسة يتولي ربع دينار وهذا خمسة ديال الدراهم خمسة دراهم ليست هي ولكنها داخلة في باب الاحتياط. في أحكام الفقه لو طفتم فيها ستجدون أن هذه القضية واردة. فمثلا نواقض الوضوء نواقض الوضوء منها النوم عندنا النوم الثقيل النوم في ذاته ليس ناقضا ولكنه مظنة النقض للإنسان لا يعرف ماذا خرج منه فيقول آخرون تقول بعض المذاهب إن الإنسان قد ينام وهو جالس بحيث لا يخرج منه ريح وينام ما شاء من الزمن ثم يقوم فيصلي لأنه تأكد بأن الريح لم يخرج لأنه ليس لأنه جالس بكيفية لا يخرج منها. فبالنسبة للمالكية مجرد نومه ناقض مجرد ناقض. نفسها القضية في الحدث الشك في الحدث هناك من يعتبر أن الذمة عامرة باليقين فلا تبرأ إلا بيقين معنى الإنسان ما راه مضر مضي وصافي. وبالنسبة للمالكية أن الشك هو مؤثر في, في, في فإذا شك في الحدث فإنه يعتبر وضوءه قد انتهى ويعيده من جديد. ها؟ لا المالكية شكوا في الحدث ايش؟ شكوا في الحدث كفر من كفر. لاحظوا ان هذا الشك والاحتياط موجود في كثير من الاحكام التي يقول بها المالكية ويضيفون شيئا دائما من اجل وكان شي واحد لان حتى الناس لم يبحثوا الان في الكليات وكذا ما راهمش يسولوا على هذه الاشياء. الاحتياط راه مهم جدا انك تبحث فيه وتعطي للطلبة يبحثون في الاحتياط لان هذا اللي يعطينا كيف أن الفقه المالكي كان فقها محكما. وأنا لم أعلق على قضية على قضية أخرى وهي قضية مراعاة الخلاف وهي في الحقيقة أصل من أصول التفاهم والتسامح. المالكي يقول بهذا ولكنه حينما يقع ما يقع يقول أعود إلى لازم من مذهب الأخفى ولا يخاصمه ولا يتهمه ولا ولا يقول بأنه خارج عن السنة وكذا. يعرف أن دليله ليس دليل الذي قوي الذي يأخذ به لو كان يراه دليل قوي لأخذ به لكنه لما ينتهي الأمر إلى هذا فإنه يقول بأننا نعود إلى رأي الآخر وهذا يقع كان يقع في الطهارات في أشياء ويقول نعود إلى 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 قول كيقولوا إخواننا من أهل العراق بعضهم إذا حمل الماء
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجاسة، ويعودون إلى هذا ويعود ويتركون القول. وهذا هو الذي كان يحدث التوافق والاتفاق بين المذاهب. المذاهب دخلها التعصب من جهة الذين لا يعلمون أحكامه، أما الفقهاء الكبار فلم يكن بينهم تعصب، كان بينهم هذا التسامح وهذا التوارد والتوافق. فنعود إلى قول أصحابنا، ولكن يعرف منهم أصحابه وما هو الدليل الذي يعود إليه، فمعنى أنه يعود إلى دليل مذهب آخر وهو يستيقنه ويعرفه، يخالفه في المبدأ ولكنه لا يخالفه في النتيجة لما وقع ما وقع. إذن هذه العموم أو بعض الأصول، وأنا أضفت لكم هذا ديال الاحتياط. وإذا شاء بعضكم أن يكتب، شوفوا في المواقع كاين بحوث في الاحتياط مهمة جدا، لأن كما قلت لكم أن أصول الفقه راه لا يتنظم به الفقه، تنظم به الحياة كلها، الحياة. وإذا كان تعلم الإنسان في حياته يكون عنده الاحتياط مزيان، ماشي يكون حتى غادي يجي التراني يقلع ويجي يبدا يجري موراه. الاحتياط جي نص ساعة قبل، ياك؟ اللي ما عندوش هذا الاحتياط دائما مشى عليا القطار، مشى عليا كذا، تاع عمرك دائما ماشيين عليك الحوايج، لأنك ما عمرك ما احتطيت لشي حاجة من قبل. ولذلك هذا الاحتياط مبدأ يعمل به في الاجتهاد وفي الحالات التي يكون الأشياء مهمة تحتاج إلى الاستعداد. إذن هذا ما يتعلق بهذه اللمحة حول أصول. ولذلك لا يقول أحد إن مالك لم يكن له أصول إنما كان يخبط خبط عشوائي، وهذا طبعا ليس به. أود أن أتحدث في مدخل فقط، ولكن هذا الحديث يطول. مالك له وهو موقف أو له موقفان في حق، موقف في الترجيح بين الأحاديث، وله موقف آخر في التخصيص، تخصيص عموم القرآن. نتكلم لكم هكا واحد شوية هكا على تخصيص عموم القرآن، لأن أنتم سمعتم بعض هذا. القرآن له عمومات، له عمومات، وهذا القرآن يدل على عمومته أو على أفراده دلالة قطعية كما يرى بعض الحنفية، ويدل على أفراده دلالة ظنية كما يرى آخرون. فإذا كان القرآن قطعيا في دلالة على أفراده واحتاج إلى أن يخصص، فأبو حنيفة لا يخصصه بحديث أحادي، لأن الحديث الأحادية لا يقوى قوة القرآن فيخصصه، إذن هو لا يفعل ذلك. هناك من يخصص القرآن، عموم القرآن، بالحديث كيفما كان الأحادي، وهذه طائفة مناقضة. لكن مالكا يقول إن حديث الأحادي وغير حديث الأحادي يمكن تخصيص بهما. أبو حنيفة يقول لا أخصص بالحديث الأحادي ولا أخصص بالقياس لأنهما ظنيان، انتهى. هؤلاء يقولون نأخذ بكل كل ما يمكن أن نخصص به. مالك يقول نأخذ نخصص العموم في القرآن بماذا؟ بالحديث الأحادي الذي تقوى بعمل أهل المدينة. إذن ماشي هو الحديث موجود، وإنما يستند إلى عمل أهل المدينة، فيكون عنده دليلان، دليل قولي ودليل عملي. وحينما يتضافر هذان الدليلان يكونان في مستوى أن يخصص بهما عموم القرآن. بل إن مالكا كما ذكر ذلك عنه غير واحد الألو القرافي، قال إن مالكا يخصص بالعموم في القرآن بخمسة عشر مخصصا، 15. هل فيش نتكلموا الناس الآن؟ هل تخصص أو لا تخصص؟ هذا فقه. إذا لم تخصص انتهيت إلى فقه. إذا ما تقولش أنت لا تعرف السنة أو أنت تركت السنة. إحنا نتفاهموا الآن الأصول، إحنا نختلف. لذلك أنا أرى الأصول الفقه نهار اللي نريد للأمة أن تعرف دينها يجب أن يتعلم الجميع أصول الفقه.
ما يمكنش شي واحد يتكلم في الشريعه الاسلاميه وما يعرفش اصول الفقه راه يدرس. لا يمكن الا اذا بقى يجبد بالحجر ويرمي الناس وهذاك، لان لا يعرف مستند القول، لماذا قال فلان ولماذا قال فلان. جيناش قلنا هذا كان يخالف الشريعه ويخالف السنه، واش انت تخالف تمسك السنه اكثر من القران اكثر من مالك؟ زعما انت يبالك هذا في راسك؟ هل يخطر في بالك انك انت اكثر تمسكا بالسنه من ابي حنيفه؟ هل يبلغ هذا تصل لا في علمه ولا في تدينه؟ يجب لا يريد هذا على ذهنك اصلا. اذا الخلاف راه خلاف في شيء اخر، في مآخذ الاقوال وكيف ينظر الناس الى النصوص. اذا هذا امر جرى دائما ان المسلمين كانوا يخصصون بالحديث الاحادي عموما. الله تعالى يقول لنا بالنسبه نصوص كثيره، فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة وربع، فأجاز الإسلام للرجل أن يتزوج النساء. لكن جاءت السنة فنهت الرجل عن أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهي غير مذكورة في الآية. قد يتزوج الرجل امرأة فيحرم عليه أختها، وهي تكون ست ثانية فقط، لا يجوز يبقى واحدة، وتحرم عليه عمتها وتحرم عليه خالته. فأما الثانية فهي منصوص عليها في القرآن، وأن تجمعوا بين الأختين نصا، وأما العمة والخالة فيها. إذن الأمر الإلهي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث عام، خصص بالقرآن باش قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين. إذن هي استثنيت من العموم، لكن الحديث أيضا فيه استثناء آخر، وهو لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذن هذا حينما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي معنى هذا أن كل من مات من الآباء يرثه من الأبناء، وهكذا بحسب القرابات وأسباب الإرث. لكن إذا قتل الإنسان موروثه لا يرث منه، ولذلك الحديث لا يرث القاتل. لماذا؟ لأنه تعجل بالشيء قبل إبانه فيعاقب بحرمانه. لا توارث بين أهل ملتين إلى غير ذلك. فهذه الأحاديث التي تسمعون أو هذه استثناءات، هي استثناءات أو تخصيصات بالسنة من عموم القرآن الكريم. هذا شغل كبير الآن. أنا أحيل على 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 قضية مهمة جدا، وهي قضية الوصية للوالدين والقرابين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والقرابين. هاي الآن جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد، ولكن بعد أن بينت الآية تركت بينت سميت الوارثين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارثين، احترفنا الوارث. وفي الأول ما كانش، الأول كان الوصية للوارثين للوالدين الأقربين. جاء هنا كلام آخر في الوصية، هل هاد آية الوصية ألغيت أو نسخت بالمرة أم لا؟ وفقه ابن حزم أن تلك الآية لا زالت باقية لمن لم يرث من ذوي القربى، من لم يرث في حدود الثلث. ومن هنا قيل بالوصية الواجبة، الوصية الواجبة لها سند ولها اتصال بفقه ابن حزم. وهؤلاء الذين لم يرثوا من الأحفاد، مات آباؤهم ولم يرثوا، فإنهم يأخذون من الوصية الواجبة رجوعا
إلى قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين هذا هؤلاء من الأقربين. تالينا كنتم تعرفون أنه خلاف كبير الآن في الوصية الواجبة، وهي الآن موجودة بالنسبة للوصية الواجبة، الأحفاد ينزلون منزلة الأب إذا توفي أبناء الإبن، والآن في المدونة الأخيرة أيضا أبناء البنت، وهؤلاء ليس لهم نصيب حد محدود ولكن لهم اشتراك في الثلث في 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 هذه الوصية. على كل حال هذا نقاش أعطى فقه الآن هو ربما بعض الفقهاء المتأخرين كتبوا في هذا، وكان بعضهم اللي بحال السيد تاوي الله يرحمه كان لا يقبل بهذا أصلا، وكان بعض العلماء اللي كتب في هذا من هذا الباب الحاق بقول ابن حزم. أنا لا ماشي نحن الشيء لا أقول بأنه أيدوا أو لا، نقول لكم طريقة العمل طريقة الترجيح كيف كانت عند هؤلاء. إذن العموم في القرآن يخصص عند مالك خصوصا بالحديث الآحادي الذي اقترن ودعم وتقوى بعمل ماشي كل، إذن ما كل حديث يصلحه هذا العمومة، والكلام ديالنا الغير الذي ليس منضبطا هو الذي يوقع الناس في المشاكل. فإذن هذا ما يحرم رس أو فسقا وهلا لغير الله به، إذن هذه المحرمات هذا ما يحرم. لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طائع من يطعمه إلا أن يكون ميتة، الميتة معروفة والدم المسفوح واللحم الخنزير، وهذه وما أهل لغير الله به. لكن عندنا حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناب من السبع، إذن حديث فيه وضع. لكن مالكا كان إذا تحدث عن الطير كان يرى أن الذين أدركهم كانوا يرون أن كل طير مباح، ولعله لم يكن يستثني إلا الهدهد والصراط فقط، والباقي كان عند أهل المدينة يأكلون ذلك كانوا يأكلون ذلك. أما ما كان من ذي ناب من سباع فإنه يعمل هذا الحديث ويقول ما كان من ذا ناب من السباع فإنه لا يؤكل يحرم. فاش راح نتكلموا الآن؟ شحالنا النص؟ ثلاثة. النص الأول هي الآية القرآنية، ولا أجد زيد فيما أوحي إلي محرما على طائم، ياك. النص الثاني شنو هو؟ نهى رسول الله عن كل ذي مخلب. الثاني ثالث أو ذي ناب خلو هكا ثلاثة وسبع. أما قوله دي مخلب من طير فلم يعمله ولم يخصص به الآية، بقي هكذا. وأما الحديث الآخر الذي هو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل ناب من سبع فقد قبل به. إذن حديثان اعتمد أحدهما ولم يعتمد الآخر. ماشي الوقت اللي اعتمد هذا نقول انت جزاك الله خير الامام مالك راك خديت بالسنه، الاخر لا تخالفت السنه، يقولك لا، هذا حديث احادي لا يقوى على تخصيص العموم في قول الله تعالى قل لا اجد. لماذا؟ لان اهل المدينه لم يكونوا على ذلك، انتهى الامر. وهذا الامر بالنسبه اليه يتكرر في احكام كثيره. فعندنا حديث فيها أن النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل للناس الخيل أكل الخيل، وأن أم سلمة قالت ذبحنا فرسنا على هدي رسول الله فأكلناه هذا. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخيل وعن الحمر الأهلية والبغال والحمير، ينزوش فيه ما يدل على أنه كان نهى عنه، وفيه ما يدل على أنه لم يكن قد نهى عنه، لكنه هو دائما يستند إلى تفسير أهل المدينة، إلى عمل أهل المدينة، مش عمل هو تفسير، فيقول بأن أهل المدينة كانوا لا يأكلون الخيل. لماذا؟ كان يقول
لأن الله تعالى حينما ذكر الخيل عطفها على ما هو محرم، زيد والخيلة والبغال الحمير تركبوها وزينة، فهذه ثلاثة محرمة، الحمير محرمة، البغال محرمة، كيف تكون البغال الخيل هي مستثنات؟ فالعطف دائما هذا عطف النسق، معناه أننا مشتركين في الحكم. هذه وحدة. ثم ما تحدث الله تعالى عن الأنعام وتحدث عن الخيل والبغال والحمير تحدث حديثا مختلفا. الخيل والحمير والبغال تركبوها وزينة، فذكر أنها الخيل والحمير تركب وتزين، ولم يذكر الطعام. لو كان من خواص من شأن أن تؤكل كان ذلك من أهم ما يذكر، لم يذكره، ذكر بأنها تحمل الأثقال وأنها يتزين بها انتهى الأمر. ولكن الأنعام تحدث عنها لتأكلوا منها، ومنها تأكلون، ها، ومنها تأكلون. وتحدث القرآن دائما عن الأنعام وأوجب أن يذكر اسم الله عليها. إذن فحديث القرآن عن الأنعام هو غير حديثه عن الخيل والبغال والحمير. ومن هنا كان مالك يقول على الأقل جمعا بهذا، كان يقول بكراهة أكل لحم الخيل. والآن يسألك شي واحد اشتغل تقول له، ها، كاين الناس اللي يسول الآن اشتغل تقول له مكروه ولا حلال ولا حرام، ها ها، لا نقول له حرام، عشان نقول له مكروه، لأنها لا تذبح، هاد اللي ما يذبحوها هذا ما يذبحوها غير يضربوها، وجات هذا حرمة من جهة أخرى وذبحتها ما يذبحوهاش وما يضربوها وما يشوفوا في غير الحكم، ولكن هذاك تذبح ما يذبحوهاش وما يضربوا هذا الراس، هذا كنت تجيب حتى الخروف اللي ضربت الراس راه يولي حرام، ماشي حتى ما فيه شك، لان الناس ما ينتبهوش لهذه القضيه، وبعض بعض الذين يفعلون هذا هذا ما يفعلونه، ولذلك لا يذبحونه. اذا هذا بعض ما امكن قوله، انما اقول كان عمر الخطاب اذا صعد المنبر كان يسأل الناس أو ينهاهم أن يفتوا بحديث العمل على خلافه، كان ينهى قل لا تفتوا لا تقولوا بشيء أو بفتوى أو بحديث العمل على خلافه. كان بعض الصحابة ابن مسعود كان في العراق وكان يسأل فيفتي، فإذا جمع من هذه الأسئلة جمع عددا رجع إلى المدينة فينظر ماذا يفعل أهل المدينة، فإن وجد العمل على خلاف ذلك رجع إلى العراق قال لقد قلت كذا وكذا والصواب هو كذا وكذا. إذن ابن مسعود وهو أصل المذهب العراقي هو أصل المذهب الحنفي وابن مسعود كان مع ذلك يرجع إلى عمل أهل المدينة. لماذا؟ لأن أهل المدينة يفيدون أن هنالك عملا. الشاطبي يقول حينما يرد يكون حديث مثلا ولا يصحبه عمل هذا يثير الشبهة. إذا وجد حديث في ابتداء من التابعي مثلا فلا يكون، إذا الأصل أن الحديث إما أن يكون حديثا فقط وإما أن يكون حديثا صاحبه العمل وإما أن يكون حديث ولا شيء. فإذا كان الحديث وقد صاحبه العمل فذلك يدل على قوته، وإذا كان الحديث حديثا ولم يصاحب العمل فهذا لا يمكن أن يكون متروكا إلا لسبب شرعي وهو أنه تبين لهم أنه نسخ مثلا أو نشئ. إذن فيقول الشاطبي إن الذي يؤكد صحة الحديث وقوته وأن يصاحبه عمل في المسلمين وأن يروى بأنه كان يطبق في حياة المسلمين. إذن عند هذا الحد إن شاء الله توقف الدرس المقبل، إن شاء الله سأجيبون الكتاب إن شاء الله ونمشي وندخلوا نرجعوا الى كتابنا ان شاء الله.